شنية الدقزة؟ التوانسة لازم يكونوا سمعوا ولو مرة في حياتهم كلمة كافي شانتا. شنية الكافي شانتا اللي حللها؟ نقص من الصوت يا أخي، تخسي بروحك في كافي شانتا. أما مين جات هالكلمة؟ كافي شانتا هي تعريب لكلمة كافي شانتان، وهو كما يقولوا نوع من القهوة اللي يقدموا عروض فنية، كما نجموا زادا نعتبروه نوع من المسارح اللي تقدم مشروبات للرواد متاعها. انتشرت برشا قبل الاستقلال وبعده، خاصة في صالات كما صالة الفتح وإلا صالة مدريد. أريد أعيش الإنترنت.